قلت لك ارسم هتقوم جري تجيب فرشة وورق وألوان. طب عمرك فكرت ان في حاجات تانية ممكن يترسم بيها؟ فكرة الرسم المسامير كبداية لوحي او شغلي، كنت الاول برسم بأكريليك عادي بألوان، بس لما شفت لوحة كان في حد قريبي كان عامل لوحة كده بمسامير، هي بس الفكرة ان انا خدتها منها. فكرة ان انا ارسم بمسامير هي كانت طبعا صعبة، عشان ارسم بمسامير لازم اتعلم الاضاءة والظل والحاجات، لازم كل حاجة فيها دراسة. لوحاتي بشغل المسامير ممكن بيختلف الوقت من وقت اللوحة للوحة تانية. في اوقات لوحة بتاخد مثلا معايا شهر او شهرين. لوحة زي مثلا تريكا كنت عملتها فيها 8000 مسمار، عملت قعدت فيها حوالي 12 يوم. في لوحة تانية كنت عملتها فيها 72000 مسمار او اوكتابوس، حوالي 17 يوم. ازاي بقدر ارسم اللوحات ال 3 دي، او ان انا بقدر اخرجها بمنظور ال 3 دي؟ دي كنت عملت لوحه لتوت عنخ امون، لكن كنت عملتها كتجربه ليا كتحدي، ان انا لو قدرت اعمل دي 3 دي اقدر اعمل حاجه بعد كده. ال 3 دي بقدر اعملها غير منظور المسامير اللي هي بتبقى طبعا معموله شغل هندسي شويه اكثر ما هو فني. ان انا بقدر استخدم السنتي والملي في لوحات توت عنخ امون او ال 3 دي عموما. فن بناء اسمه فن بناء الاوراق، هو يعتبر جديد على الوطن العربي. انا مؤسسه، فكره جات لي عن طريق الميكانو، كنت بعمل الاول اهرامات اللي هي على شكل رقم 8 دي، ومع الوقت بقى بدانا ان احنا نكبر البيز شويه، فالماكت هي شكله يكبر فاحب الماكت اكتر، بدا الموضوع يمشي معايا كده بالتدريج. بقى بدات اتفرج على فيديوز تايم لابس ابطاها واعرف البيز بتمشي ازاي، الطريقه ماشيه ازاي، وابتدي ان اشتغل عليها. التوازن بتاع الكوتشين هو بيتحكم في المبنى نفسه، هو انت ازاي عامله المبنى اصلا ليه، او عامله المبنى ازاي. هنا بتيجي من البلان بتاعت الارض الاول، تبتدي انت تخططيها، تشوفي عندك ايه مناطق الارتكاز، ايه مناطق القوه، مناطق الضعف، تبتدي انت تظبطي كل الحاجات دي، وعلى اساسها بتمشي على مناطق الارتكاز. المعوقات اللي بتقابلني هي ان انت الاول عشان الكون الجديده في الوطن العربي، فما حدش عارف انت بتعملي ايه، او ما حدش فاهم انت بتعملي ايه. هم بالنسبه لهم بيعتبروا ان اللي بتعمليه مش موجود اصلا. انا فاكر مثلا فكره الكوتشين هي شايف بصره الحاجات دي كلها، فكون ان انت بتعملي حاجه انا اول مره اشوفها فانا مش عارف اصدقها. فدي كانت اكبر مشكله تقريبا بتواجهني. بدأت الرسم في السوبر ماركت، كنت شغال في السوبر ماركت مع والدي، فكان بيبقى في وقت فراغ في الرسم، فكنت بحاول اعمل حاجه اللي انا بحبها ارسم. فكنت عايز اعمل حاجه وقتها مختلفه، رسمت على الشيبسي وعلى البيت. الرسم اللي هو في مساحه صغيره، رسم اللبان، بياخد من ربع ساعه لثلث ساعه نص ساعه بالكثير. الرسم اللي على النسكافيه بياخد ساعه ساعتين ثلاث ساعات على حسب الرسم اللي اشتغل فيها. رسمت بالشوكولاته، رسمت محمد منير بالشوكولاته، ورسمت بنت برضه بالشوكولاته. كل دول بياخدوا في وقت من ساعه لثلاث ساعات. ابتديت الرسم من سن 8 سنين تقريبا. لاحظوا عليا ان انا برسم بطريقه محترفه رغم ان انا سن صغير. ابتديت ان انا انمي الموهبه دي، وكانت موهبه ما كانتش حاجه ان انا اخد كورسات او اقدم في كورسات ويعلموني، لا هي موهبه. فانا حبيت ان انا اطورها، حبيت ان ارسم بطرق مختلفه ما حدش رسم بيها قبل كده، لحد ما طورت نفسي وبقيت محترف في الفن اللي انا بقدمه. برسم بالبقدونس، بحط البقدونس وبوزعه في اللوحه بحيث ان هو يديني شكل فستان. رسمت بالعدس نفس الفكره، ان انا بوزع العدس عن طريق توزيعة فستان برضو. رسمت برضو بالكركديه، ودي كانت اخر حاجه عملتها، بوزع الكركديه عن طريق ان انا برسم توزيعة الفستان، ودي اخر رسمه انا رسمتها.
برسم بمسحوق الزهرة بتاعت الغسيل عن طريق ان انا برش الزهرة على الورقة وبعمل بإيدي عن طريق شكل موجة، فبتدي منظر جميل جدا. رسمت النيجاتيف، رسم النيجاتيف هو انعكاس الصورة اللي بتنعكس لصورتها الحقيقية، بمجرد ما انت بتصوريها بأي برنامج بالموبايل بيعكس الصورة الأصلية فبتظهر معاكي. برسم بالنار عن طريق ان انا بجيب الشمعة وبلسع الورقة، بقدر ان انا اتحكم في الدرجات بتاعت الخلفية فبتدي للرسمة بعد. الحدود موجودة فقط في عقولنا، لو أعملنا خيالنا لأصبح لدينا إمكانيات لا حدود لها. جيمي باولينتي. يعني من الآخر خيالنا ملوش حدود، سيبه يسرح، سيبه ينطلق، هتحقق بيه إنجازات عمرك ما كنت تتوقعها. ما تخافش من إنك تبقى مختلف أو حتى تخاف من رد فعل الناس. تخيل، احلم، عافر لحد ما توصل، وخليك عارف إن مفيش مستحيل. اعرف ان خيالك ملوش نهاية، خيالك بلا حدود.